الوقت اول شغله انا هيني ضفت الفيديو تبعي، هروح على قائمه الكلر. طبعا احنا ممكن انا اجي واعمل اعدادات اللون على الفيديو نفسه، لكن وين المشكله تبعتي؟ انه انا ممكن عند نقطه معينه بديش اياه يكون التاثير، يعني بديش اياه يضل مستمر هذا تاثير اللون على ايش؟ الفيديو كامل. طب ايش ممكن اعمل؟ احنا اخذنا اشي اسمه الادجستمنت لاير، صح؟ بقدر اضيفها على البرنامج، بقدر احط عليها ايش؟ التاثيرات اللي انا بدي اياها. حروح على ايش؟ ادجستمنت لاير، اعمل له ايش؟ اوكي. طيب رويت الادجستمنت لاير فاضيه. في شغله في البرنامج للكلر اسمها لوميتري كلر، هذه ايش؟ الخاصة في البرنامج ادوبي بريمير، لو كانتش موجودة من الويندو بنلاقيها بنجيبها. طيب نجيب، نيجي اول شغلة البيزك كوريكشن، اول شغلة الانبوت لوت. ايش هذه اللوت؟ يعني انا بكون عندي تأثير هو عامله برنامج، يعني اشياء ديفولت، يعني اشياء انت ما بتلعبي فيها. لو انا اجيت مثلا هاي، شايفين تغير الفيديو عندي، الوان الفيديو بما يتناسب مع ايش؟ زي ما نقول ايش؟ بريسيت جوا البرنامج هم عاملينه، انا ما بقدر ايش اعدل فيه. تمام، الافضل انا هذه الاشياء مش هتفيدني. ليش؟ لانه في انه دائما انت لازم تعدلي الوانك لحالك. ليش؟ لانه انت بتشوفي، انت اللي بتقيمي هل مثلا بدي اياه يكون مايل للون الابيض، هل بدي اياه يكون زياده لون اسود، هل بدي اياه مثلا في تغبيشه او في زي ضباب، انت اللي بتحددي. خلينا نعمل نان الوايت بالانس. ايش يعني؟ بقول لك لو كان انا عندي في الفيديو لون ابيض، نيجي هنا مثلا نشوف هذا اللون، انا بعض الفيديوهات بتلاقي اللون مثلا لون لون البلوزه تبعت الشخص هي لونها ابيض، هيك بتلاقيها مايله للصفار، صح او لا؟ مايله للخضار بناء على ايش؟ الوان الفيديو. هذا الوايت بالانس بحدد لي بنقل اللون الابيض جوات الفيديو. بدي اجي مثلا هنا ممكن عن طريق القطاره اقول له مثلا هاي هنا اللون الابيض. اول شغله انا هنا لايش ممكن اميله اللون الابيض تبعي، وهنا قديش مدى التشبع تبع اللون. طبعا هذه بتفيدني، لكن هذه الاشياء الاكثر حتفيدني اللي هي ايش؟ مدى قديش الضل العب بالضل تبع الوانه الفيديو، اللون الابيض، المدى اللي هو كونتراست مع بين الالوان. طيب هروح للاكسبوجر. طبعا انت ممكن تلعبي، يعني تشوفي، يعني تقعد تحددي قيم بناء ايش؟ على الفيديو تبعك. ايوه مثلا هنا هذه بتحدد لي قديش، بتلاقي بعض الفيديوهات فيها ضبابية، صح؟ هيك تحسيها فيها ضباب مش لون مثلا زي كده. طيب ممكن اعمل ريسيت ويملي كل اللي انا عاملاه. طيب طبعا مجال الالوان واسع، طبعا هنا التغبيش مثلا ستريشن تبعت اللون، فانا ممكن العب كيرف للون. طبعا كل ما انا زدت صرت اشتغل على الاعدادات كل ما اعطاني اكثر، لكن
إذا أنا مشتغلة يعني دايما بتعديل الألوان، بالذات الفيديو مش زي الصور، ما بلعب كتير كتير بقصة الصور بالفيديوهات. ليش؟ لأنه دايما بتكون الكاميرات في معدات تصوير وفي إضاءة لما بيكون في فيديو، فهذه الأشياء بتساعدني وأنا إيش في تعديل الألوان. لو كانت بتساعدني كتير إنه أنا إيش في عملية تعديل الألوان ما يكون كتير. ليش؟ لأنه أنا ككادر لو أنا كنت مصوراه هيكون أنا عارفة مثلا من هان إضاءة ومن هان إضاءة، بس حتصير مثلا إيش، ممكن أضيف عليه لون، أضيف مثلا أزود إضاءة، أخفف إضاءة، ما حيكون عندي إيش مشاكل فيها. تمام؟